أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم التأمين التعاوني على رخصة القيادة؟ ما فيه تأمين على الرخصة، هذا من التأمين التجاري ما هو من التعاون. تأمين التعاون تبرعي، باب التبرع، وهو الجمعيات الخيرية، هو الجمعيات الخيرية هذه هي التعاون أو التعاونية، بأن يتبرع ناس بمبالغ من أموالهم للمحتاجين، من أصابته فاقة، من أصابته جائحة، من أثقله دين ولا يستطيع السداد سدد عنه من هذه الجمعية، هذا يسمى جمعية تعاونية، وإن سمي تأمينا لكن أنا ما أرى أنه يسمى بالتأمين، أرى أنه يسمى جمعية تعاونية أو جمعية خيرية، هذا هو الاسم اللائق. أنك إذا سميته تأمين تعاوني فرح اللي يقولون بالتأمين وقالوا كل التأمين تعاوني، ما حين يقولون كل التأمين تعاوني، ودمجوا هذا مع هذا من باب التلبيس على الناس. والتأمين التجاري باطل لما يشتمل عليه من الغرر ومن المخاطرات ومن المراهنات وأكل أموال الناس بالباطل ومن الربا وغير ذلك من المحاذير، يسمونه تعاوني، تعاوني على الإثم والعدوان. نعم هو تعاوني لكن تعاوني على الإثم والعدوان. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم.